مشاهدينا صباح الخير للجميع. مشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من قلعة الصراغنة، مرحبا بالطليان الشهيرة. فمن خلال هذا البث المباشر غادي نشوفوا الأشياء الغريبة اللي متواجدة بهذا السوق الفريدة من نوعها ومعروضة للبيع. طبعا مشاهدينا بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فتحية لكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج. طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه الرحبة اللي معروفة بالأشياء الغريبة، معروفة بالأشياء اللي كتدخل من الخارج، وكذلك لبعض الأشياء اللي كتتواجد بها، منها الأشياء النادرة بعض الأحيان مشاهدينا. فمن خلال هذه الجولة نشوفوا شنو كيتباع اليوم بهذا الرحبة الشهيرة اللي هي رحبة طاليان بسوق قلعة الصراغنة. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، بالنسبة لرحبة الطاليان كما قلت اللي كتواجد فيها واحد العدد ديال الأشياء بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ومن خلال هذه الجولة مشاهدينا غادي نشوفوا شنو هي الأشياء الفريدة من نوعها والأشياء اللي متواجدة صباح هذا اليوم ومعروضة للبيع طبعا بهذا الرحبة الشهيرة اللي هي رحبة الطاليان بسوق قلعة الصراغنة. طبعا بتواجد عدد من افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. طبعا مشاهدينا هذا الرحبه اللي معروفه بالاشياء الغريبه واللي كتدخل من الخارج مشاهدي قناه شوف تيفي، بتواجد مجموعه من افراد مشاهدينا. كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي، تواجد افراد من الجالية المغربية اقبال كبير على رحبة طاليان. هذه الرحبة اللي معروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومعروفة بالاشياء اللي كيجيبوها الجالية مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا مشاهدينا فمن خلال هذه الجولة غادي نشوفوا واحد العدد ديال الأشياء اللي كتواجد بهذا الرحبة، تواجد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. الرحبة اللي معروفة برحبة طاليان الاسم الشهير كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا مشاهدينا هذا الرحبة اللي تعرف عرض مجموعة من الأشياء اللي معروضة للبيع. إذن قلت مشاهدي قناة شوف تيفي، هذا الرحبة اللي معروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. طبعا تبقوا معنا مشاهدينا في هذه الجوله ونشوفوا شنو هي الاشياء اللي تواجده ومعروضه للبيع صباح هذا اليوم في هذه الرحبه. للتذكير مشاهدينا فهذه الرحبة اللي معروفة برحبة الطاليان واللي كيحجوا لها واحد العدد ديال المواطنين لاقتناء او شراء هذه الاشياء اللي كتدخل من الخارج. طبعا اشياء فريدة من نوعها، في بعض الاحيان اللي كنشوفوا بعض الاشياء اللي كتتواجد بهذه الرحبة، تواجد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. طبعا مشاهدينا وسط إقبال كبير مشاهدي قناة شوف تيفي، شوفوا مجموعة من الأشياء اللي معروضة للبيع طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي. طيب
إذن كما تتابعوا معنا مشاهدينا على المباشر من سوق قلعة صراغنة بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. طبعا مشاهدينا واحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة ومعروضة للبيع مشاهدي قناة شوف تابعي. كما قلت مشاهدي قناة شوف تابعي فإقبال كبير على هذا الرحبة صباح هذا اليوم، تواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما قلت مشاهدي قناة شوف تابعي واحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع صباح هذا اليوم، هذا الرحبة اللي معروفة برحبة الطليان. كما قلت مشاهدينا مجموعة من الأشياء اللي متواجدة بهذا الرحبة ومعروضة للبيع. كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي واحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع بهذا الرحبة. كما قلت مشاهدينا هذا الرحبة اللي معروفة بالجالية ومعروفة بالأشياء اللي كتدخل من الخارج، تواجد مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي فواحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة بهاد السوق ومعوضة للبيع، طبعا تواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إذن مشاهدينا كما تابعتم معنا من خلال هذا البث المباشر من قلعة صراغنة من رحبة الطليان اللي كتوجد بها واحد العدد ديال الأشياء الفريدة من نوعها طبعا والإقبال عليها صباح هذا اليوم مشاهدي قناة شوف تيفي. فكما قلت واحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة ومعروضة للبيع طبعا مشاهدينا وسط إقبال كبير بهذا الرحبة، هذه الرحبة الشهيرة اللي معروفة برحبة الطليان. نلقاكم مشاهدينا إن شاء الله في مباشر جديد في موضوع جديد، إلى اللقاء.